عندنا في مصر مشاكل كثيرة برضو اتكلمنا عليها كتير في مساء دي ام سي، تندرج تحت ما يسمى بقضايا الاحوال الشخصية. وقضايا الاحوال الشخصية بمشاكلها موجودة عند المسلمين والمسيحيين. فنلاقي مثلا عند المسلمين في امور كتيرة، الحضانة، الرؤية، النفقة، وغيرها من القضايا اللي ناقشناها كتير جدا في هذا البرنامج. عند المسيحيين المشكلة في برضو عدد من المشاكل، لكن تبقى المشكلة الأبرز في الأحوال الشخصية هي قضية الطلاق. قضية الطلاق عندنا في مصر 3 كنائس، الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية. كل كنيسة من الكنائس الثلاث ليها لائحة خاصة بيها في الأحوال الشخصية. قضية الطلاق والزواج الثاني هي أبرز هذه القضايا اللي بتواجه الكنائس الثلاث. وده يمكن منذ قرر البابا شنودة في 2008 انه هيتم حصر الطلاق على علة الزنا او تغيير الملة، وده ينطبق على الاقباط الارثوذكس ونفس الشيء الانجليين، سببين فقط للطلاق والسماح بالزواج الثاني. اما الكاثوليك ما فيش اصلا طلاق من الاساس. حاليا تم التوافق ما بين الكنائس الثلاثة على قانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط، وده نادينا بيه كتير جدا ونادوا بيه كتير جدا، وكنا اشتغلنا عليه برضو فترة من الفترات، لانه الناس دي عندها مشاكل. في ناس بتبقى اتكلمنا معاهم محتاجين ان هم يطلقوا او ينفصلوا او يبتدوا حياة تانية لاسباب بعيدة عن علة الزنا او علة تغيير الملة. خلينا نرحب بالاول بس لانه معانا على الهواء القس رفعت فكري، رئيس لجنة الاعلام بمجلس كنائس مصر. اهلا بحضرتك. بس تأخير في الصوت، عايزة أتأكد بس إن القس رفعت فكري رئيس لجنة الإعلام بمجلس الكنائس هيكون سامعنا دلوقتي. وقبل ما نبتدي معاه أسئلتنا على الهواء مباشرة، خلينا نروح نشوف هذا التحقيق عن قضية الأحوال الشخصية وقضايا ومشاكل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين في مصر، وبعدين نرجع يعني نتكلم معاه بالتفصيل. لما يصدر القانون ده بتاع الطلاق بتاع الأقباط الناس كلها ترتاح. قانون الأحوال الشخصية عدم صدوره هو يعتبر إعدام لكل شخصيتي، هو أعدموه بالحياة. معاناة طبعا، ربنا اللي يعلم بينا إحنا عايشين إزاي. الصور القديمة هي المسكن الوحيد لآلام اشتياق الجدة سميرة سدهم لحفيدها الذي لم تراه منذ ما يزيد عن 5 سنوات بعد انفصال ابنها عن زوجته وتعثر طلاقهما بسبب قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر، مأساة تعيشها مئات العائلات القبطية ويدفع ضريبتها الأطفال. أنا عندي 63 سنة، العمر فيه قد إيه؟ لما أنا عمري ينتهي وما شوفش ابني نفسي اشوفه واخده في حضني، ما كانش بينام الا في حضني. ربنا اللي بيعلم انا بعدي اليوم بتاعي ازاي، ولا لما بيجي عليا عيد واحفادي التانيين حواليا وهو مش معايا انا ببقى حزينه. في حالات في السويس دخل على 1000 حاله في الكنيسه موجودين برضك منفصلين عن ازواجهم ومش عايزين يرجعوا. روماني لويس ايضا يعيش المعاناه ذاتها، فهو لا يستطيع رؤية ابنه الذي يعيش على بعد شارعين فقط من مسكن أبيه. أنا عندي يوسف، أنا بشوفوش بقالي سنتين، ما أعرفش عنه أي حاجة بقالي سنتين. لما بنخش محكمة الأسرة بيطبق علينا جميع الأحكام، سواء من نفقات، سواء من مصاريف مدارس، سواء من تمكين شقة، سواء من إن الزوجة تاخد حضانة الصغير، بيطبق علينا كل حاجة كأننا مطلقين بالظبط. تيجي بقى هتتعاملي او هترفعي دعوه للطلاق يرفض، هيقول لك انت مسيحي او انت قبطي ارجع لكنيستك. ترجع للكنيسه، الكنيسه تقول لك روح المحكمه هات لي دعوه طلاق الاول. تروح المحكمه تقولي عايزه دعوه طلاق، تقول لك ارجع للكنيسه. واقعين في الحفره دي من زمان قوي، انا بقى لي فيها 5 سنين. بطالب ان يصدر قانون احوال شخصيه للاقباط، قانون يكون عادل، يبص لنقطه الهجر، الناس متضررة، متضررة جامد، وعدد كبير مش صغير. على مدار سنوات كانت الكنيسة تعتمد لائحة 1938 والتي تضم 7 أسباب للطلاق، ثم جاءت لائحة 2008 لتمنع طلاق الأقباط نهائيا
إلا لعلة الزنا أو لتغيير دين أحد الطرفين فقط. بدأ المتضررون من الأحوال الشخصية في الاحتجاج، ولم تحل تلك القضية إلى عام 2016 حين أقر المجمع المقدس للكنيسة لائحة أحوال شخصية جديدة. كان من المقرر البت في القانون منذ دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، لكن ما زال القانون معلقاً حتى الآن بعد تحفظ أحد الطوائف المسيحية عليها، مما تسبب في تعثر الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لأقباط مصر. فهل من انفراجة قريبة لأزمة تضررت منها أسر كاملة لسنوات؟ هدير جميل، مساء دي أم سي. خلينا نرحب مرة تانية بالقس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر. أهلا بحضرتك. حضرتك سامعني ولا؟ أي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم على فكرة أنه تم التوافق ما بين الكنائس الثلاثة على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحيين مصر، لكن التوافق واضح أنه حاصل بقاله فترة. كويس. طيب حضرتك سامعني كويس؟ كده أفضل. التوافق فيما يخص يبقى فيه قانون موحد للمسيحيين، الكنائس الثلاثة بتجتمع عليه، واضح أن ده التوافق تم من فترة، لكن لماذا لم يترجم هذا التوافق إلى بقى قانون موحد للأحوال الشخصية، علشان المعاناة اللي بنسمع عنها من الجدات والأباء والأمهات ينتهي؟ هو الحقيقة الكنائس المصرية اجتمعت أكتر من مرة الفترة اللي فاتت، وعملوا مشروع قانون للأحوال الشخصية موحد للمسيحيين في مصر. والحقيقة القانون في مجمله ممتاز جدا ورائع جدا، وفيه عدد كبير جدا من المواد اللي تم التوافق عليها، باستثناء بعض الحاجات البسيطة اللي بتختص بكل طائفة، ودي يعني اتحط عليها نص في القانون. حضرتك عارفة ان الكنيسة الكاثوليكية في مصر لها علاقة بالكنيسة الأكبر في العالم بالفاتيكان، وعشان كده التأخير حصل ان كان لازم الكنيسة الكاثوليكية تبعت نص القانون للفاتيكان علشان يتراجع ويتقري وتحصل موافقة على الجزء المتعلق بالكنيسة الكاثوليكية. دي بس الجزئية اللي أخرت وده حصل خلاص. هل تم إرسال الفاتيكان وأخذنا موافقة فيما يخص الكنيسة الكاثوليك؟ هل ده حصل ولا ده لسه بيحصل؟ هو تم إرساله إلى لا حصل، هو تم إرساله للفاتيكان، لكن بحسب معلوماتي لغاية النهاردة مفيش رد وصل. وده يعطل القانون أو صدور القانون يعني. يعني احنا كنا من اسبوعين مع غبطة البطريرك الانبا ابراهيم اسحاق، كنا بنعيد عليه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفتحنا الموضوع. الحقيقة هو قال لنا ان الموضوع يعني كلها يعني فترة قليلة ويتم الرد. طيب لما يصدر هذا القانون اللي ناس كتير جدا جدا يعني متعلقة بيه ومنتظرة، لانه هيحل مشاكل كتيرة قوي، يعني جدة زي اللي شفناها في التقرير نفسها تشوف أحفادها أو حفيدها، أب نفسه يشوف أولاده، زوجة لا تطيق الحياة مع الزوج أو العكس وعايزة تاخد طلاق، أو حد تم تطليقه وعايز ياخد موافقة بزواج تاني. دي مشاكل كتير جدا جدا جدا. لما هيظهر هذا القانون هل هيحل المشاكل دي؟ هل هيتعامل مع كافة المشاكل اللي بيعاني منها المسيحيين من الكنائس الثلاثة؟ شوفي حضرتك، المبدأ المسيحي هو الحفاظ على الأسرة، ويمكن في تشدد في موضوع الطلاق والتطليق لأن الكنيسة مش عايزة يحصل تفكك أسري. وأنا بفتكر أن الراحل الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي كان عمل كتاب مهم عنوانه الطلاق ليس حلا، لأن الطلاق ليه مشاكله. لكن ده ما يمنعش ان في مشكلات فعلا تحتاج الى حسم، وفي مشكلات تحتاج الى مواجهه.
والحقيقة القانون الأخير، مشروع القانون الأخير، لما الكنائس اجتمعوا حاولوا بنسبة كبيرة إن هم يحلوا عدد كبير جدا من المشكلات. مثلا الكنيسة الكاثوليكية ما عندهاش طلاق خالص، لا طلاق على الإطلاق داخل الكنيسة الكاثوليكية، لكن عندهم حاجة اسمها انفصال جسماني، عندهم حاجة اسمها بطلان عقد الزواج، ان ممكن اصلا يكون الزواج كأنه لم يكن، لانه ممكن يكون اتبنى على غش، عدم وضوح والى اخره. فالجزء بتاع بطلان عقد الزواج ده هيحل عدد كبير جدا من المشكلات. كمان الكنيسة بس الارثوذكسية بطلان عقد الزواج ده لن لما يترتب فسرت عليه انه اي طرف من الطرفين يقدر يبدأ حياته من اول وجديد ويرتبط بشخص تاني، صح؟ لأنه قانونا أو يعني انا قلت لحضرتك كنائسية مش ان في مطالب. حاجات، ما انا هو انا قلت أنا بحاول لحضرتك أفهم ان بس. في حاجات، اولا القانون في تمام، القانون في مجمله يعني تقدري تقولي ان في 98% الكل متفق عليه، لكن في جزئيات تتعلق بكل كنيسة على حدة. يعني مثلا الكنيسة الأرثوذكسية حطت اسباب ممكن تفتح الباب للتطليق، يعني قالت مثلا إذا حدث هجر لمدة 3 سنين أو هجر لمدة 5 سنين، فده حاجة من ضمن الحاجات. لما اتكلموا عن الزنا، صحيح الزنا الفعلي يعني صعب إثباته، إثباته صعب لكن جدا. اتكلموا عن الزنا الحكمي. النهاردة في حاجة اسمها الزنا الحكمي، لو في مراسلات، لو في حاجات كده أحد الزوجين يشك في الطرف الآخر، وفي مثلا مكالمات إذا كان في مراسلات إلى آخره، دي كلها حاجات ممكن تعمل نعم. طلاق من خلال الزنا الحكمي. فهنا اتحطت شوية حاجات بحيث إنه لو في مشكلة، لو في هجر، لو في استحالة عشرة، لو في أحد الطرفين اختفى ومش عارفين هو راح فين، فده بيبقى في حكم الميت لأنه مش عارفين هو فين. دي كلها حاجات هتحل مشاكل كتير قائمة في الوقت الراهن. يا رب، يعني احنا في انتظار ان شاء الله صدور هذا القانون قريبا بعد ما يجي رد من الفاتيكان، اللي هي ما تقدرش الكنيسة الكاثوليكية اللي هي تتخذ قرارات بدون الرجوع الى الكنيسة الام. لما هترد الكنيسة الام في الفاتيكان هنقدر ان احنا يكون عندنا قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، صحيح كده؟ إن شاء الله إن إحنا شاء الله. منتظرين بس الرد للكنيسة الكاثوليكية، وبعد كده يعرض على مجلس النواب، وإن شاء الله الأمور تمشي بمنتهى اليسر. إن شاء الله. بشكر حضرتك القس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.